السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ لعلكم في الصحة والسلامة. إن شاء الله نحن سنقابل شهر رمضان بعد 3 أيام بإذن الله. فاليوم إن شاء الله نحن سنواصل دراستنا الخطاب والسياق اللغوي في وسائل الإعلام. الخطاب والسياق اللغوي يعني register and discourse. وچنا dan laras bahasa في وسائل الإعلام العربي dalam media Arab. هذه هي مادتنا. فقبل هذا تعلمنا تعريف عن وسائل الإعلام, دور وسائل الإعلام وأنواع وسائل الإعلام, وقد تكلمنا كثيرا عن الصحيفة والمجلة. ولكن اليوم إن شاء الله أنا سأشرح عن السياق اللغوي حتى أنتم تفهمون فهما جيدا ما علاقة بين وسائل الإعلام وما هو السياق اللغوي المناسب لتلك وسائل الإعلام. يعني لارس وچنا dan لارس بحاسة لكل تلك وسائل الإعلام. فكالمقدمة نقول بأن مصطلحات كل علم هالية له في الوجود, يعني لكل علم مصطلح خاص له. مثلا في الفقه لو نحن نقول طلاق, طلاق بمعنى طلاق بين الزوج والزوجين, ولكن في اللغة طلاق بمعنى آخر طلقة. فلكل علم مصطلحات الخاصة له, ربما تختلف تلك المصطلحات بالمصطلحات نفسها في علم آخر. وكلما تقدم العلم نمت هذه مصطلحات أو مصطلحات المتعلقة به وتتحددت أو تحددت معانيها, يعني معاني تلك مصطلحات لذلك العلم. فلابد علينا من وقوف على دلالات, لابد أن نفهم ما دلالة, ما معنى دلالة pragmatic أو معاني خلف كل كلمات في النص والخطاب. النص بمعنى text, الخطاب بمعنى discourse. أوكي, أنا سأشرح. وما يعتريهما من تداخل والتلازم مع كل من التحليل والنقد والقراءة. فلذلك عندما نحن نتكلم عن الناس والخطاب لابد أن نفهم أولا ما هما الناس والخطاب, وبعد ذلك نحن سنفهم أو سنبحث معا ما دلالات خلف كليهما حتى نحن نعرف التداخل والتلازم أو تتلائم عندما نحلل كل منهما. فالناس هو كما قال محمد مفتاح, هو عرف أن النص مدونة. ما معنى مدونة؟ مدونة بمعنى يعني أنه ليس مصورة أو ليس صورة فوتوغرافية ولا رسما أو عمارة أو زيا, ولكن مدونة هنا مدونة كلامية جلينا بحسة حدث كلامي ذي وظائف متعددة. والناس بمعنى تكس, تكس ربما مكتوب أو منقول. أما الخطاب, الخطاب يعني الكلام بين اثنين بوساطة شفهية مكتوبة أو مرئية, هذا واضح. إذن في هذه مادة, يعني مادتنا register and discourse in Arabic media, يعني الخطاب والسياق اللغوي في وسائل الإعلام العربي, فنحن نركز على ماذا؟ على الخطاب والسياق اللغوي. يعني أولا نريد أن نفهم ما هي أنواع
وسائل الإعلام العربي، فلذلك نحن تكلمنا كثيرا عن الصحيفة والمجلة. هذا أمر الأول، يعني نريد أن نفهم معا ما هي أنواع وسائل الإعلام العربي. فالأمر الثاني في هذه المادة، نحن نريد أن نقوم بتحليل الخطاب. ما معنى تحليل الخطاب والنص؟ يعني من أناليسيس، خطاب يعني ديسكورس، النص يعني تكس، perkataan ataupun perkataan yang diungkapkan atau perkataan-perkataan di dalam teks buku bertulis. Kita ingin analisis dari sudut bahasa. Hatta nafhama al-janib al-lughawiyya al-mustakhdama li tilka al-wasail al-i'lam. Jadi kita fokus dua. Awalnya nafham anwa' wasail al-i'lam, sania nahnu sanakum bitahlil al-khitab. Atau nusamma bilagha al-Inggeriziya discourse analysis. Kita akan analisis wacana dan laras bahasa dalam setiap wasail al-i'lam. تلك الوسائل. فأنواع وسائل الإعلام كما ناقشنا في الفصل الأول، هناك نص التكست مثل الكتب وكتاب، المجلة، الصحيفة، يعني النص المكتوب، التكست yang bertulis. أما الخطاب discourse yang dituturkan، فنقسم إلى الولان السمعية البصرية، يعني didengar dan dilihat، audio visual. فمن وسائل الإعلام لسمعية بصرية الأفلام والأخبار، إلقاء الأخبار، يعني laporan berita في التلفاز، هذا يعتبر من وسيلة سمعية بصرية. أما القسم الثاني يعني السمعية فقط، يعني أوديو فقط، مثلا الإذاعة والأغنية. فنحن تكلمنا كثيرا عن المجلة، تاريخ مجلة، دور مجلة، أنواع مجلة، وقد بحثنا المجلات الموجودة في البلد العربية، وكذلك الصحيفة أيضا تكلمنا كثيرا عن الصحيفة. ونحن كتبنا خبرا في فيسبوك، صحيح، وتم نشرها في فيسبوك في موقع كتاب العرب، كتابة العربية، الحمد لله. أما المجلة أنا وجدت أن أكملتم الواجبات في مجلة إحياء اللغة، أنا قرأتها ما شاء الله، يعني تصميم جيد جدا مع مضمون ممتاز. أما اليوم إن شاء الله نحن سنواصل بالكتب أو الكتاب. إذن تكلمنا عن ماذا نركز في هذه المادة. أولا نحن نركز إلى أنواع وسائل الإعلام. ثانيا نحن نركز على تحليل الخطاب أو discourse analysis. تحليل الخطاب أو discourse analysis، يعني نحن نريد أن نحلل، analysis apakah dia wacana بمعنى discourse وسيلة، ثم السياق اللغوي apakah dia penggunaan bahasa أو laras bahasa لتلك الوسيلة. إذن ما معنى تحليل الخطاب أو تحليل الناس؟ فمعنى تحليل الخطاب والناس هو بيان أجزاء شيء ووظيفة كل جزء فيها. jadi kita kena teranglah، نحن سنشرح مثلا في الأفلام، مثلا ما جزء اللغوي المستخدم، مثلا أداء العامية أو الثقافي. ثم يقوم على شرح والتفسير والتأويل والعمل على جعل الناس واضحا جليا. مثلا لو نحن نحلل مقالة، لو kita analysis satu article، فنحن نريد أن نفهم ما مضمون وراء ما مضمون تلك المقالة، حتى نفهم ما أسلوب المستخدم لتلك المقالة.
هذا هو تحليل الخطاب. وتحليل الخطاب أيضا يركز على اللغة. نحن سننظر هل اللغة المستخدمة اللغة فصيحة، هل هناك خطأ من حيث اللغوي النحوي الصرفي الصوتي وإلى آخر، ثم أسلوب جاية باسا سنتاي أو ماذا، أو علاقات المتبادلة بين الأجزاء مثلا لكل حبكة ما علاقة بينهما، وكذلك لكي يصبح معنى الناس ورمزيته واضحين حتى نحن نفهم ما مضمون في تلك في ذلك الناس وما مفهوم وراء كل كلمة. مثلا لو كان المقالة تستخدم كثير من أنواع البلاغية أو أمور البلاغية، مثلا نريد أن نفهم ما مراد الكاتب وراء تلك المقالة. هذا هو نحن لابد أن نحلل كنا على الاساس اللغة المستخدمة. لو كان الكاتب يعتمد على أسلوب البلاغي، فما هذا أسلوب المجاز تشبيه استعارة، فلابد أن نشرح من هذا الجانب. فيعتمد التلخيص لما فيها من تنظيم المعلومات بشكل ماذا؟ بشكل منطقي، ترى منطق يعني apa yang dikehendaki oleh penulis sebalik penulisan itu, apa yang ingin disampaikan. فبعض الكاتب يكتب بأسلوب الماذا، نحن نقول sarcastic. ساركستي يعني أسلوبه غير واضح، ولكن المعنى وراء تلك أو ذلك الأسلوب هو يريد شيئا آخر. فلابد علينا أن نحصل على قدرة لفهم الناس. هذا هو تحليل الخطاب. وتحليل الخطاب هو الهدف الثاني من هذه المادة، كي نحن نريد أن نفهم أنواع وسائل، ونحن نريد أن نحلل ما هي أو ما هو السياق اللغوي لا رصد وشنا المستخدم لكل من وسائل من خلال تحليل الخطاب أو النص. فعندما نحن نتكلم عن تحليل الخطاب لابد أن نفهم هناك مستويات الأداء اللغوي. أداء لغوي بمعنى penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa ada beberapa peringkat. هناك الأداء العامي. أداء عامي يعني bahasa pasar. فمثلا في الأفلام العربية كثير من الأفلام العربية الممثلون يستخدمون اللغة العامية أكثر من لغة الفصيحة. فأداء العامي هنا هو الذي ينقل ما في الحياة اليومية، yang dinakal yang dipertuturkan dalam kehidupan seharian بتراكيب sama ada susunan perkataan wa aswat fiha dan kebanyakan bunyi dia اضطراب والعجمة. اضطراب يعني لا cakap laju sangat atau عجمة atau bahasa asing lah. Okey, contoh misal لو كان الأفلام العربية مثلا من مصر هم يستخدمون عامية كثيرا. لو نحن نريد نسأل عن الخبر نحن نقول في لغة الفصيحة كيف حالك أو أبا كبر، ولكن بلغة عامية مصرية نقول إزيك. ها إزيك يعني إيجاز لبي شعلة لبي سنكت والأجمة تبي بني ما تنبلي. لو نبحث في القاموس لا يوجد في القاموس، لا توجد هذه كلمة في القاموس. كثير من الأفلام العربية الممثلون في تلك الأفلام يعتمدون على استخدام اللغة العامية. فهذا مستوى أول يعني أداء العامي. أما مستوى أداء اللغوي الثاني هو أداء العلمي، penggunaan bahasa dari sudut secara ilmiah lah, bahasa yang ilmiah. Okay. هذا لنقل الأفكار biasa untuk sampaikan poin-poin ataupun
maklumat ya, wa yakun bi aswat at-tarakim ta'tamid sihah, ta'tamid ala sihat al-lugha fa hasab min haith min janib al siyak al-lughawi masalan sawti, okey, sebutan betul, yani farqu baina qaf wa kaf, summa min janib an-nahwi tarakib sahih sahiha masalan kaifa haluka kaifa haluki, okey, min haythu as-sarfi sahih masalan madrasah madaris mudarris daris durus dars, okey, wa min haysa asya wal umur allati nahnu sa nata'allam ba'da al-qalil, okey. Summa rakam salasa mustawiyat ada al-lughawi, penggunaan bahasa hunaka mustawa fanni li nakri at-tajarib, fanni bimakna lebih berseni lah, sastra, okey. Fa aswat wa tarakib ta'tamadan ta'tamidan ala al-fasaha wal balagha, hadha masal fi fi kutub asan kutub al-balaghiyya aw mu'allaqat. فهمت هل عرفتم ما معنى معلقات؟ معلقات يعني أجزاء من الأشعار العربية، ديوان، ديوان العرب، ديوان يعني هناك مجموعة من الأشعار التي قد جمعها يعني عدد من الشعراء، فهم يستخدمون أداء اللغوي المستوى فني، حيث هناك أصوات وتراكيم تعتمدان على فصاحة والبلاغة أسلوب البلاغية، إذ يجب أن نختار الأغراض المناسبة لهذا الفن، يعني ما غرض هذا الفن وما أسلوب المناسب لهذا نوع من الفن، وأن نختار تعبير الصحيح البليغ، ليس مثل كلام العادي أو كلام في حياتنا اليومية، لا. مثلا نحن نقول أنت جميل، أنت جميل هذا يعني ربما أداء أنت جميل أداء عمي بهذا البيئة، ولكن لو كان مستوى فني نحن نقول أنت كالقمر أو أنت كالقمر هكذا، فالعبارة طبعا مؤثرة لبي ممريك السنة قصده للتأثير بأساليب الفنية، هناك التشبيه والمجاز والاستعارة وإلى آخره، وهذه أساليب الفنية تناسب المقام، تناسب مقام يعني تناسب وتتلائم مع القضية والمراد، فهذا هذه هي مستويات الأداء اللغوي، فلذلك عندما هنا نريد أن نحلل الخطاب أو الناس بلا كتا نبوات أناليسيس وشانا فلابد أن ننتبه بهذه الأمور، أداء أمي أو أداء علمي أو أداء فني المستخدمة في تلك في تلك وسائل الإعلام أو في تلك المقالة، مثلا في الأفلام مثلا أو في الكتاب مثلا، لو كان في الكتاب يستخدم الأداء العلمي كهذا. ثم ننتقل إلى أنواع السياق، ما معنى السياق؟ سياق بمعنى context أو لارس، لارس بس أو context. إن تعدد أنواع الكلمات الواحدة فهذه يرجع إلى تعدد المواضع التي ترد فيها، لماذا الكلمات كثيرة ومختلفة؟ لأن كل كلمات لها موقع الخاص بها الاستخدام، مثلا بصر رأى لاحظ، فما فرق بين هذه كلمات؟ فطبعا هذه كلمات تختلف من حيث مواضع أو قضية استخدامها، فمن حيث الدلالات والمعاني، وهذه تؤدي بلوده إلى أنواع عديدة من السياقات حسب السياقات بتغنتون kepada konteks ayat yang kita ingin gunakan. فالسياق هناك أربع أقسام، ada empat سياق. هناك نقول السياق اللغوي dari konteks bahasa، السياق العاطفي dari konteks
emosi, perasaan Asia ke Mawqif dari sudut contemporary, tempat dan masa. Asia ke Thaqafi dari sudut ilmu pengetahuan. Nahnu sanashab wahidan wahidan. Asia ke Lughawi huwa, okay, ana akra huna. Asia ke Lughawi huwa, okay, hasilah istimal kalimah dakhil nizam jumlah mutawahara mutahawara wa kalimat ukhra mimma yaksibuha ma'nan khas muhaddad. Okay, yani nahnu nakhtar kalimah hasab siyak al-lughah al-munasib. Masalan asiyak sawti nastakhdim qaf wal kaf al-fonima ma farku bainahuma. Asiyak sarfi نستخدم المشتقات المختلفة مدرس مدرسة دارس. السياق النحوي نستخدم طريقة أو تراكيب الصحيحة مثلا جملة اسمية جملة فعلية. مثلا لو نحن نحلل الكتاب مثلا بلا كتب وأناليسيس نحن نقول فالكاتب من حيث السياق اللغوي يعتمد على الجملة الاسمية أو يستخدم جملة اسمية أكثر من جملة فعلية وهذا بسبب بلا بلا بلا. هذا هو تلك كتاب تحليل أو أناليسيس فنحن ننظر من هذه جوانب. السياق المعجمي معجمي قاموس أو دلالة من المعاني. ثم السياق الأسلوبي يعني غاية penyampaian gaya santai atau mazah gaya penyampaian uslub. Amma asyak asani huwa asyak al-atifi. Asyak al-atifi bermakna emosi ya. Huwa alladhi yuhaddid tabi'ah istimal al-kalimah baina dilalatiha al-mawdu'iyya wa dilalatiha al-atifiyya. Ini banyak dalam filem lah, filem masalan romans, filem romantis atau novel. Kalau kena kitab, misalan kitab tentang novel, dia banyak sentuh perasaan lah. Masalan ta'bir anil ghadab, anil syaddah, anil farah, anil hazan. Jadi banyak, kalau nahnu nuhallil al-kitab atau makalah, wa nahnu نستطيع أن ننظر من هذا النوع من السياق يأتو السياق العاطفي. أدك هل الكاتب يعتمد على السياق العاطفي كثيرا بسبب لأن النوع الأفلام رومانتيك رومانتيكي فهكذا. ثم السياق الموقف. ما معنى السياق الموقف؟ السياق الموقف يعني هو يدل على العلاقات الزمنية والمكانية التي تجري فيها كلام. Yani contemporary lah, dia berkaitan dengan masa dan tempat penggunaan. Misal istikhdam kalimat al-hadisah, kita guna perkataan yang moden dan contemporary lah. Kita tak guna masalah nahnu naqul ma lakum taka'tum kataka'ikum ala zi jannatin. Hal fahimtum hadhihi jumal taka'tum kataka'ikum. Hadhihi kalimah tustakhdam qadiman. Dia bermaksud الجمله هي لماذا انتم تجتمعون علي كانكم تجتمعون على المجنون. فكلمه تكعكع هذه كلمه غير مشهوره في زماننا الان. فلذلك انما نحن نحلل المقالات الافلام اي شيء من النص وخطاب فنحن نستطيع أيضا أن ننظر إلى السياق الموقف. هل الكلمات المستخدمة ودلالة المستخدمة المرادة في تلك المقالة يستخدم السياق الموقف الصحيح أم لا؟ okay. ثم السياق الآخر السياق الثقافي. السياق الثقافي يعني ببنتق context academic. أكاديميك تحديد المحيط الثقافي أو الاجتماعي سواء ده ببنتق أكاديميك أو لبيك بدا سوسيال الذي يمكن أن تستخدم فيه الكلمة. ليست تستخدم تستخدم yang perkataan digunakan dalam konteks apa. Misal laras bahasa sukan, okay, berita sukan, laras bahasa
perubatan. Okay, فمصطلحات كثيرة، مصطلحات الطبية. Okay, laras bahasa. Okay, فهذه نوع من السياقات مختلفة حسب النوع من الثقافة. Okay, لو كان الثقافة مثلا اقتصادية. Okay, economy. فالمصطلحات المستخدمة تختلف. Okay. إذن هذا هو مثال استخدام مصطلحات خاصة لمجالات المختلفة. كيف فهمتم؟ فهذا هو هدف الثاني. عندما نحن نتكلم عن تحليل الخطاب لابد أن ننتبه بالأداء اللغوي وكذلك السياق. ثم تحليل الخطاب إن شاء الله نحن سنتكلم عنه كثيرا بإذن الله. أنا سأشرح زيادة بإذن الله عن منهج تحليل الخطاب، كيفية تحليل الخطاب، ونموذج تحليل الخطاب وإلى آخر إن شاء الله في أسبوع التالية، ربما بعد أسبوعين. وماذا نفهم؟ يعني لكي نحن نريد أن نحلل الخطاب أو الناس لابد أن ننتبه بهذه الأمور، مثلا السياق والأداء والأسلوب، حتى نحن نستطيع أن نفهم ما المراد من المقالة المختارة أو الوسيلة المختارة. فخلاصة القول يعني نقول بأن هذه مادة نركز على شيئين. ما هما؟ هما تقلنا. إذن هذه مادة نركز، أولا سنفهم ما هي أنواع وسائل الإعلام، وثانيا سنقوم بتحليل الخطاب والنص حتى نفهم الجانب اللغوي المستخدم في كل من تلك وسائل الإعلام العربي. أما أنواع التقويم لهذه المادة قد تغير الذي أبله. أولا بنتوق penilaian هذا quiz online، فpenulisan artikel akhbar berkaitan isu semasa. هذا هو كتابة الخبر الذي قد كتبتم ونشرتم في فيسبوك، كتابة عربية. فمن لم يكمل هذا الواجب بعد فعليكم أن تكملها أو تكمل هذا الواجب قبل أسبوع القادم، لأن هذا واجب يعتبر من أنواع التقويم ودرجة لهذا اختبار أو تقويم 20 درجة. ثم كويس أونلاين 2 هذا لابوران بريتا secara audio visual. هذا إن شاء الله في أسبوع العاشر بإذن الله أو قبل ذلك، وسأعطي لكم المعلومات الدقيقة عن هذا نوع من التقويم ودرجة 20 درجة. ثم تقسم بالكمبلان الواجب الجماعي analysis bahasa، انظر تحليل الخطاب pelaporan أخبار أو تحليل الخطاب للأغنية، أو تحليل الخطاب في الأفلام العربية، أو تحليل الخطاب للمجلة والكتاب. هذا درجة 40 درجة. فهذا أنا سأعطيكم المعلومات الكاملة أيضا إن شاء الله بعد هذا. والآخر هو analysis bahasa، تحليل أيضا الخطاب عن معلوم بالاس بربوالان أتاس تاليان المكالمة الهاتفية، وanalysis معلوم بالاس كريتيكان فيلم أو لاغو، هذا 20 درجة، فعدد درجة 100%. انتهينا من
مناقشة عن تحليل الخطاب هذا والسياق اللغوي في وسائل الإعلام العربي الجست اند ديسكوس ان عربيك ميديا. فاليوم ان شاء الله نحن سنواصل بالمناقشة عن وسيلة الثالثة ألا وهو الكتاب. فيرجى منكم فتح وموقع padlet.com Arabic Media وأجب الأسئلة. okay. ما هو الكتب هذا أجب. ثم ما دور الكتاب كوسائل إعلام. okay. ما فائدة. okay. ثم ما أنواع الكتاب الموجودة وما أقسام الكتاب الموجود في زماننا الآن. وبعد ذلك الواجب الجماعي المطلوب منكم اختار كتابا واحدا باللغة العربية. ثم لابد عليكم أن تلخصوا تلخيص يعني بمعنى سينوبسيس مضمون ذلك الكتاب. buat sinopsis buku tersebut, isi kandungan dia apa. Sinopsis sahaja, bukan tahlil khitab. Tahlil khitab insyaAllah ba'da hazah. Izan hadha wajib muqaddimah li tahlil al-khitab. Akhir muat taslim huwa 28 min April, yani yawm qabla faslina fi usbu' al-qadim. Ana wa'atikum mudat al-usbu' al-kamil likmal hadha al-wajib. فأين أنتم تكتبون هذا واجب؟ اكتب هنا add comment تحت هذا add comment اكتب synopsis تلخيص. فهذا فقط لهذا الأسبوع. أنا سأواصل المناقشة معكم عبر موقع padlet.com بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.